قال ربنا جل وعلا: والذين آمنوا مشفقون منها. وقد دل القرآن على أن المؤمن له حليتين، الأولى منها يخاف أن لا يقبل الله عمله. قال الله جل ذكره: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والأمر الآخر يخافون من الضلالة بعد الهدى. قال الله عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فقال الله عن اليهود هنا: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال: ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم قال الله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. الحرص أحد أصول الخطايا الثلاث، وهي الحسد والحرص والكبر. فما من معصية تقع إلا وسببها أحد هذه الثلاث: الحرص والحسد والكبر. فكبر إبليس جعله يخرج من رحمة الله ويطرد منها، وحرص أبينا آدم عليه السلام جعله يخرج من الجنة لكن الله تاب عليه، وحسد قابيل لهابيل جعله يقتل أخاه. فما من معصية تقع إلا ومردها إلى واحدة من هذه الثلاث. فإذا وجد المؤمن ينفق ماله في سبيل الله تحرر من الحرص، وإذا وجد في المؤمن حب الخير لإخوانه المؤمنين تحرر من الحسد، وإذا وجد في المؤمن الانكسار بين يدي الواحد القهار وعدم التعالي على العباد تحرر من الكبر. وإذا أراد الله بعبد خيرا لم يجعل لهذه الثلاث سلطانا عليه،